البطولة والمركز الأول في مجموعته، فيما مانشستر سيتي في المرتبة الثانية. والحقيقة أن القرعة اللي ينتظرها العالم أجمع في فرق في المركز الثاني، وفي محاولة جول 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 بعد انتظار طويل. جيمي فاردي بعد انتظار طويل يسجل هدف مبكر لمصلحة ليستر، غاب عن التسجيل في آخر 16 مباراة، يحضر الآن ومن بدري من وهل يتمكن من زيارة مرمى كلاوديو برافو. شوف 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 لاحظ، مع ما في تسلل على الإطلاق البينية، وبعد ذلك وصلت إلى جيمي فاردي، وجيمي فاردي يحط الهدف الأول في المباراة لمصلحة صاحب الضيافة والدار. يتقدم جيمي فاردي عند هدفين، العام كان متألق لكن في الدوري في الموسم الحالي فقط، الآن يسجل هدفه الثاني. كان قد طرد أمام تشيلسي فرناندينيو، لاعب خط الوسط طرد أيضا أمام تشيلسي أوتامندي، ومحاولة أو 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 جول ثاني لليستر. أندي كينغ يتقدم ويسجل الهدف الثاني، ما شرب ماء لين الحين. إدوارديولا ما خلص شربه من الماء، يتلقى الهدف الثاني في غضون 4 دقائق فقط. يتمكن الفريق الأزرق، لاحظ معاي وتابع الكرة السابقة اللي تهيأ بهذا الشكل الجميل من سليمان سليماني، لاحظ لاحظ معاي سليمان سليماني مباشرة إلى أندي كينغ، وأندي كينغ يسجل الهدف الثاني لمصلحة ليستر. جول ورا جول، هدف ورا هدف من البداية وفي وقت مبكر وما تنفس. واللاعب الذي صنع أيضا الهدف الثاني هو إسلام سليماني، وبذلك يكون إسلام سليماني لأول مرة يصنع هدفين خطيرة. الله الله الجول، جول ثالث لليستر. يا سلام على العربي الجزائري، رياض محرز قشر الكورة، هيئ الكورة روعة إلى جيمي فاردي. والله صناعة الهدف أحلى من الهدف. شوف 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 شوف، لاحظ لاحظ لاحظ، استمتع استمتع بكرة رياض محرز. شوف 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 شوف، يا الله يا الله، ما فيه شيء على الإطلاق. تسليم صح مباغت من رياض محرز، ويتقدم بالتالي جيمي فاردي ويحرز الهدف الثالث لمصلحة ليستر، الهدف الثالث. لكن صناعة الهدف أعتقد أحلى حتى من الهدف، وكلاوديو رانييري يطير فرحا، وجماهير ليستر ترقص. هم أبطال الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ونشوف مغامرة ليستر سيتي في دوري الأبطال غدا إن شاء الله. القرعة بهفوة هفوة هفوة، لا والله جول جول، أعتقد أعتقد نعم، الهاتريك الهاتريك، حكم المباراة يحتسب الهدف ويأتي الهدف الرابع. هي 3 أهداف، ما تبي هفوة، أتت الهفوة من ستونز واستغل الهفوة جيمي فاردي، وجيمي فاردي يسجل الهدف الرابع على أساس تكون النتيجة 4-0. شوف 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 شوف، لاحظ معاي لاحظ معاي، عبرت عبرت عبرت، نعم عبرت، ووصلت بهذا الشيء. لكن بصراحة حلوة، بصراحة حلوة لعبها فاردي، ساعد القائم الأيمن، تقدم ثانية على أساس يبعدها، لكن بعد أن عبرت بكامل محيطها عبرت، وكان الهدف الرابع. خلاص المباراة أنهاها.
المباشرة عند لاعب عنده تسديدات قوية كولاروف، وحائط الصد من ليستر، اللعبة جول جول أخيرا كولاروف، وقبل النهاية بتسع دقائق يعمل تسديدة قوية تسكن مرمى زيلر وتعلن عن تسجيل الهدف الأول لمصلحة مانشستر سيتي. الآن أمامك، وفي الأخير وفي هذا الوقت المتأخر من المباراة يتمكن كولاروف من تسجيل الهدف الأول لمصلحة مانشستر. فيه 7 أهداف من المحاولات الأخيرة لمصلحة ستيرلينج. كل شيء أعتقد قد انتهى وذهبت النقاط إلى من يستحقها، إلى بالرغم من هذا الهدف اللي يأتي الآن من اللاعب البديل نوليتو. المباراة أعتقد قد انتهت بالهدف الرابع، ولكن يعني محاولات السيتي لم تتوقف، وهذا شيء جيد يسجل للفريق. يا أخي ما تخسر 4-0، ما تخسر 4-1، تخسر 4-2، ممكن تخسر 4-3، لكن موضوع النقاط أعتقد قد انتهى، لأن حتى الوقت الأصلي للمباراة انتهى أمامك الآن.